شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله كان عمره 80 سنة، وكان يعطي البنات كتاب الهداية، والبنات الذين يحضرون درسه كلهم بعضهم أمهات عمرها 50 سنة، بعضهم 70 سنة، كبيرات في السن. فعندما يريد الدخول إليه إلى البنات، بعض الطلاب العلم يأخذ قارورة الطيب، يريد أن يطيب الشيخ ويقول له سيدي نعم، فالشيخ يقول له عفوا أنا سأدخل إلى البنات الآن، لا تفضل، وهو عمره 80 سنة، فيقول أنا لا أدخل إلى البنات وقد وضعت طيبا حتى لا تشم مني النساء رائحة الطيب. ولذلك يعني يلزم أن ننتبه، هذا الورع الذي تكلمنا عليه، البعد عن الشبهات.